Ok, bismillah. يا الله، هاي كم عاد لك صاير يا اخي، انتشرت في العالم كله. بلع. لا هذه لازم تفوز، هذه لازم تفوز. احا. لا وهذه لازم تفوز. وهذه لازم تفوز. من يفوز؟ لا 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 لا. I'm back! اليوم يا جماعة الجزء الثاني من الميمز مان ميجا! تدرون من رجع؟ ملك الميمز! اليوم راح نموت ضحك يا شباب! اليوم يوم عظيم نكشف فيه أعظم الرجل وأعظم السلسلة في تاريخ اليوتيوب. انتظروا قليلا، انتظروا أرجوكم، جهزوا تلفوناتكم لتصوروا هذه اللحظة العظيمة. طولتوا يا جماعة، هاي الو! يلا بس انت صوروا اعظم رجل في العالم وفي التاريخ وفي كل مكان. دايم انه في غاية الجمال، انه وسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة؟ ان شاء الله طيب. شو حالكم؟ شكرا يا جماعة، شكرا على الدعم الاسطوري في المقطع الاخير. 7 مليون مشاهدة و 655 ألف لايك، ما شاء الله تبارك الرحمن. بس صدقوني يا جماعة والله اني غبي، كان قلت بالمقطع اشتركوا بالقناة كان الحين انا 7 مليون مشترك. المهم يا جماعة، اليوم الجزء الثاني من الميمز. مثل الجزء الاول نزلت تغريدة بتويتر ميمز تايم ماي نيجل. طبعا المشاركين بالميمز 7000، يعني مو مثل المقطع اللي راح بس 800. كان في مشاركات كثيرة، المفروض المقطع هذا يكون جدا مضحك. اليوم يا جماعة لازم نموت ضحك. فقبل لا نبدا المقطع يا جماعة اشتركوا بالقناة. احتياطا يا جماعة، يكون المقطع هذا يجيب مشاهدات عالية. ولا تنسوا زر اللايك، ما يحتاج اعلمكم شنو يعني ميمز مثل المقطع الاول، لان اتوقع الان صرتوا خبراء بالميمز يعني. فما ابي اطولها يا جماعه، بدخل على التغريده، مره متحمس، ابى اغير الجو. ومثل ما قلت اول راح اقيم الميمز يا جماعه، علشان الميمز الزباله راح اكون صريح، زباله. من 1 ل 3 زباله، من 3 ل 6 ممتاز، من 3 ل 9 اسطوري. طبعا 10 من 10 اتوقع مستحيل يعني. هو خلينا نكون صريحين، انت بس ظبطني بالميم اخليك 10 من 10. بسم الله، ندخل على التغريده. تويتر حقي يا جماعه، اي واحد يبي يضيفني حق ميمز او حتى يبي يضيفني. اوكي نبدا. اوكي بسم الله، اول مشاركه قديمه بس راح تعجبك. ابلع ابلع. اوكي واضح من الفيديو يا جماعه عرب قتلت. يا الله. اوكي بسم الله، خلنا ندخل نشوف. يا الله، ان شاء الله بص ذهبي. السلام عليكم. خير ان شاء الله. مين حضرتك؟ اسمي حسن سليمان. شو بدك تقدم؟ اهدي هذه الاغنيه والموسيقى والكلمات لزوجتي المستقبليه اللي انا ما اعرف هي منو. طيب تفضل. لا تهجى في كفوفي، مو مهم راي الكفوف. دربنا واحد ولو ما يلتقي خطينا. الله مو عليك زمان ولا عليك. او داخل معي جو والله يا ابويا. لا نور حي الظروف اللي. طيب ليش ليش يا اخي صوت حلو يا اخي ليش؟ قصد مين قال لك انك صوتك لايق على النوع ده من الغناء؟ شو بدك بهالشغله كلها هاي؟ كنت ناطره شيء اقوى. قول لا. لا وانا لا. ثلاثي لا. الله يا معلم. يا اخي ليش كذا يا اخي؟ والله انت كلب. انا العين عرفت يا جماعه ليش كاتب لي بين قوسين ابلع. جماعه بالله عليكم، في احد عرف قول تلت يرحب عن نفسه مثل؟ في حد؟ السلام عليكم. خير ان شاء الله. انت في حد؟ في حد يجي عرف قول تلت السلام عليكم خير ان شاء الله؟ شنو فيه؟ والله يا جماعه الميمز متعوب عليه، بس راح اعطيه 8 من 10 يعني، لانه ضدي يعني. بس ذهبي لما تسمع تحفيز ابو فله تيم. ما في شيء مستحيل بالدنيا دام انك واثق بنفسك وصابر ومجتهد ومتوكل على ربك. اهم شيء انك متوكل على ربك. صدقوني يا شباب والله ثم والله راح توصل. لا يا بنت وقف، لا يا بنت. اي هذا كم كيلو يا بنت؟ والله راحت فيها راحت فيها. ولك تمزح هذه شو راح تشيل؟ احا متوكل على الله وصابر ومجتهد والله راح توصل. تكفى الله يصير اللي بحالي. تكفى Ha 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 ha!
ما انا احفز بالشيء المقنع يعني، مو تنزل لي تبي تشيل 100 كيلو وانت وزنك 60 كيلو. الله ديم والله 8 من 10 يا جماعه، والله تركيب الميمز والشغل فيه احترافي. كيف ابو فله يشوف حاله؟ كيف هو بالواقع؟ دقيقة يا جماعة، أنا ما قلت يا جماعة إني أغلد أحد أو إني أشبه أحد أو إني أسلك طريق شخص ثاني، أنا أبو فلاح، أنا أسلك طريقي الخاص وأبني طريق إن الناس يسلكوه ويقلدوني. دايم! إيك الخرا! 3 من 10، زبال، وين نلعب المباراة؟ بملعب؟ لا يا حبيبي، بجبهة أبو فلاح. أوكي حلو والله، حلو بس لا تعيدها. لا يمكنك رؤية الميم، فهناك شيء ضخم يحجب الرؤية. يا جماعة أبحث عن أرض لكي أبني فيها، لدي المكان المناسب. أين؟ هنا. يا الله شو السخافة هذه، ابلع 0 من 10. خلاص يا جماعة، جبهة عرفنا والله، جبهة كبيرة. نطالب في تغيير شعار جوجل وإضافة هذا الشعار. والله لو يغيرون شعار جوجل لهذا والله ما حد يدخل جوجل. طيب حلوة والله، 9 من 10 يا رجال. لا والله هذا الميمز الحين. واو، كانت راح تصير حرب عالمية ثالثة بين كوريا الشمالية وأمريكا، ولكن كل شيء انحل بسبب هدنة السلام اللي هي جبهتي. شكرا اللي سوى الميمز، شكرا. الله ياخذك. من الصورة واضح انه راح يتكلم عن الشنب واللحية. انا اليوم الميمز عبارة عن تنمر. اخذ لك، يلا انا بشوف. خلاص يا جماعة أرجوكم أعطونا شيء ثاني تكفون، خلاص ما أبي اللحية والشرف خلاص والجبهة تكفون. أنا بصراحة الميمز متعوب علي والله، تعيب علي من عشرة تستاهل. مستحيل أقدر أكمل معك بأسلوبك هذا. أنا شوف أنا شوف قاعد أسوي، تذكرتها. لا مش قادر، أنت تتركني تكفى يا رجال، اقلع يا رجال. تدرون هذه ترس اللي منه؟ هذه ترس اللي كل واحد نفسية سخيف على باله اني انا احتاجه في حياتي. حبيبي اهتم لمن يهتم لك والباقي وضع الطيران. اذا اذن العشاء وابوي خش علي بالغرفة واللي كان يلعب. والله ضبطها صح. والله 9.5 من 10، والله 9.5 من 10. وقف انت، منو سواه الميمز هذا؟ دقيقة منو سواه؟ يا رب افوز، تفوز بشروك، الله ياخذك. ما متى تعرفون ان الميمز هذا مرة قوي ويضحك؟ يوم ادمع يا جماعة، 9.5 من 10. لا تنتظرون يا جماعة اني اعطي ميم 10 من 10، لان الميمز اللي ياخذ 10 من 10 لازم يكون اسطوري. لما تبقى انت واخر واحد بفرطة. بداية ما تبشر، البداية واضحة، البداية واضحة وصريحة. بسم الله، تنمر. بسم الله. اوكي ايش تبي المطلوب؟ الواحد ملحية. طيب ابو فلة يبكي في زاوية، ليه ابو فلة ليش يبكي في زاوية؟ الله نوعا ما الشنب يطالع. يا جماعة والله العلي العظيم صدق اترك بعيدا عن المسح، والله بعيدا عن المسح، والله بعيدا يا جماعة صدقون. أخيرا صرت رجل. اعثروا عن من فعل هذا الميم، حيا أو ميتا أبي راسه. أخيرا صرت رجل. يعني لا اقولكم الحقيقه، اقولكم الصراحه، انا لابس هذه يا جماعه علشان جبهتي كبيره، ابي اغطي جبهتي قدام الكاميرا، انا زهقت يا جماعه. قلعي والله ما البسك، والله انا مفتغر بجبهتي اللي مو عاد يطلع مره. ابو التنمر يا رجال، كل الميمز تنبر، تنبر شنو بعد؟ يا الله.
خذ لك ورب الكعبة من الضحك ورب الكعبة تلكم بلوك. تعال ابو فلة، هذا الميمز من تصميمي رغم ضعف الامكانيات الا اني شاركت، ان شاء الله يعجبك اخي. والله كلامك هذا ما عليك، روح اعطيك تقييم عالي بس. طيب يا جماعة هنا خلصنا قائمة العائلة ووصلنا للقائمة الاخيرة اللي هي الارباح. انا اقول يا جماعة يعطيكم العافية على المشاهد، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع، لا تنسوا زر اللايك. السلام عليكم. لا لا تقول رايك كذب، هذا لا يكون مقطع لي. والله يا اسطوري اقسم. هذا كله عشان تبي تشوف ارباحي. والله يا عبد الله انك مجرم، مع انه يا جماعه قاعد يستخدم برنامج فليمرا ما ادري شنو ولا، ومو شاري البرنامج يعني حاطين عليه الشريط هذا اللي تعرفون اذا ما شريت برنامج المونتاج يحطون عليك الشريط. الله يشكرك يا عبد الله انك تعبت نفسك، عشان انك تعبت نفسك راح اعطيك 9 من 10. يا جماعة ما تلاحظون، اقسم بالله الميم صايرة حلوة يا اخي، ما شاء الله عليكم، يعني شغلكم صاير قوي يا جماعة. وهنا نرى كائنا مفترسا نادرا الذي لا يستطيع احد. يوجد هنا حيوان مفترس غدار لانه غير مقدر. ايش قصدك يا حيوان؟ ترى وانتم بما فيه الكفاية. ابو جبهة شنب خليتوني حيوان. شنو في بعد شنو تبغى تسوي فيني؟ كيبر داخل. ايوه اخيرا اخيرا سرير. وين احطه يا جماعه؟ احا احا هذا شو اسوي فيه؟ هذا لازم اسوي له كت، هذا ما ينفع، قاعد اهين نفسي. يا رجال عادي. انا العالي، جلدوني جبهه وشنب، الناقص جلدوني كامل، جلدوني. كمل اللي بعده. انها ارض قاحله لا يعيش فيها البشر ولا ينبت فيها نبات ولا يطفو عليها الماء، انها جبهه ابو ظله. مراحل اكتمال القمر 25%، 50%، 75%، 100%. كذا يا جماعة والله أدري نفسي إني قمر من زمان. الله يسعدك. 9 من 10 اللي بعده. أبو فلة بعد استخدام زيت اللحية تعبت فيها كثير، أتمنى تعجبك. أخي جماعة قبل لا أشوف الميمز، زيت اللحية ترى كله كذب بكذب، أنا مجربه عندي خبرة يا جماعة. متى بيصير عندي لحية؟ زيت اللحية وأخيرا كذب. والله يا ضفطة صح، 9.5 من 10 يا رجال. اللي بعده. كيفك مو كيفك، ابلعق عليه واخذه. فاليوم يا شباب فرنت توني ادخل عليك هذه اللعبه الحين، تو لوجن ان تشيكن افريكي. لا تهجى في كفوفي مبم راي الكفوف. شكل ابو فله وهو يفوز بلعبه فورتنايت. اهينوني اهينوني. شكرا كورونا كورونا. حسن اسكت اسكت فضحتنا اسكت فضحتنا. هو في احد عمار يقول شكرا كورونا تعبان؟ يقول منو قدك يا ابو فلاح؟ ايه شو صاير؟ شنو مواصفات فارس الهلال؟ مواصفات كومن سولفيده. هو ما احب الابيض، احب الاسمر، احب مملوح هذا. تسعة فاصلة 9 من 10 اللي بعده. اوكي بسم الله. يا الله اكرم الرقصة يا اخي، انتشرت في العالم كله. ابلع.
لا هذه لازم تفوز، هذه لازم تفوز. أحا لا هذه لازم تفوز، وهذه لازم تفوز. أعمل يفوز. لا 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 فضعنا 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 يا اخي. الله يعطيك العافيه اللي سوى الميم، الله يعطيك العافيه. شكرا انك طلعتني كذا البوز الذهبي وانا ما استاهل، يعني ضاع الميم يعني تدفع اللي سوى الميم يعني تخسر هذه، تقصر هذه ما شاء الله وتفوز هذا المعفن. بس والله عشان البوز الذهبي 9.5/10. اوكي المؤمن التقي، خشوف المؤمن التقي. انا ما اشوف الان حاليا مؤمن تقي، قاعد اشوف واحد يعني شكله يخوف. دقيقه استغفر يستاهل يا جماعة، يستاهل 10/10 يا جماعة والله. يا ليش كل آخر مقطع ميز ما أقدر أسوي. الله يعطيكم العافية، أقسم بالله يا جماعة أنتوا سبب الضحك. خلاص خلاص. ودائما راح اقولها والله لو مو انت يا جماعه مستحيل المقطع هذا والمقطع الثاني اقدر اسويه، او اني يكون بالابداع وبالضحك هذا والفله هذه. زبده بدون لا اطول عليكم، شكرا لكم، الله يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا تشتركون بالقناه لانه يمكن المشاهدات تصير عاليه. فبس يا جماعه الله يعطيكم الف عافيه مشاهده، والى اللقاء اخر نقول لا تنسوا زر اللايك. السلام عليكم. اوكي كاميرا بيجي.